ماذا نريد حين يكره رموز العلم والإيمان والعمل الصالح وكلمة الإصلاح على الرحيل عن الوطن، كما هو الحال بالنسبة لسماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي، وحين يسعى سعيا جادا لغلق أبواب الوعي الديني والكلمة المشيعة ومصادر المعرفة وإخماد صوت الإرشاد وإسكات الكلمة الناطقة بفكر الكتاب والسنة وإنهاء دور العلماء، ماذا نريد؟ ماذا نريد بهذه الأفعال، بهذه التصرفات والإجراءات؟ هل نريد إلا إضعاف الدين وإطفاء نوره وإسكات صوته وألا يكون له دور في حياة الناس وأن يسودهم الجهل به من بعد حين؟ أليس هذا هو سعي عملي جاد للتخلص من الدين نهائية؟ المسألة متجاوزة المساحة السياسية والهم السياسي والهدف السياسي والمواجهات السياسية. المسألة تجسيد عملي لاستهداف صميم الدين والوجود الديني والهوية الدينية والمصير الديني، ولا أتكلم عن مذهب خاص لأن ظلم مذهب وظلم للمذاهب الأخرى. إطفاء نور مذهب معين هو خطوة أولى لإطفاء نور كل المذاهب، وتلك أشد المسائل خطورة وحساسية وإثارة عند كل الأمم والشعوب. فلماذا نفعل ذلك؟ ولماذا نخلق لهذا الوطن المشكل بعد الآخر والأزمة تلو الأزمة ونراكم عليه الكوارث؟ هذا عقل؟ هذه حكمة؟ هذه سياسة؟ هذا احترام دين؟ هذا احترام عقيدة؟ هذه حرية فكر؟ هذا احترام مواطن؟ هذا رعاية حق أصيل من حقوق الإنسان؟ في المجلس العلماء طلب علم بالدين وتعليم، وفيه دعوة لله سبحانه وتبليغ، وتصدر منه كلمة توجيه ديني وإرشاد، ويقول كلمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويبدي رأيا في المسألة السياسية بين حين وآخر كما تفعل كل الجماعات وكل الفئات، وكما يتعاطى ذلك الكثير الكثير من الأفراد، ولم يخرج في كل ذلك عن الوظيفة الدينية المعتادة لأي عالم من العلماء في كل البلاد الإسلامية، وهو لا يقود حركة سياسية وليست له قرارات في هذا الشأن. نعم، يرفع صوته عاليا بالإنكار على الانتهاكات الدينية، ويشارك في الدعوة للاحتجاج على هدم مسجد أو حرق مصحف وإساءة صارخة للدين أو ظلم فاقع للمواطنين، هذا يفعله، وهذا كله مأمور به كل مسلم ضمته مؤسسة ما أم لم يكن له انتماء إلا انتماؤه للإسلام. فما كان المسلم محتاجا بعد إطلاق الكتاب والسنة للاستئذان حتى من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في القيام بواجب التعلم والتعليم والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن لم يعتبر إذن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر إذن وزير معين، وزارة معينة، آدمية من الآدميين، وغربة إسلاما تبديك يا إسلام كلهم بالدم، تبديك يا إسلام كلهم بالدم، تبديك يا إسلام كلهم بالدم، تبديك يا إسلام.
كيف توجب أن يؤخذ الإذن وأن تطلب الإجازة في شيء من ذلك من أي حكومة دينية أو وضعية؟ وكيف جاز لأي حكومة إسلامية أن تعطل هذه الوظائف الثابتة على المسلمين ما لم تعطي هي موافقتها بذلك؟ وهل بعد إذن الله إذن؟ وهل بعد إطلاق تكليفه انتظار إجازة وترخيص من عبد من العبيد؟ وإن إسكات صوت الدين والصوت السياسي والمعارض بالقوة لا يقدر فاعلوه أنهم في بلد عريق الحضارة متجذر الإيمان وأرض صلبة في تاريخ إيمانها وتدينها، وأن هذا الشعب في تاريخه من صناعة أسمى عقيدة وأصدق وأشرف دين، وينسون أن محاولة من هذا النوع إنما هي مكابرة يائسة لما تقتضيه حضارة هذا الشعب وإيمانه وعقيدته ودينه. لا بد من الالتفات إلى أن هذه المحاولات توقع خسائر في الناس وتضاعف السلبيات وتسيء للحكومات وتسيء للحكومات وتحدث للشعوب المصائب، ولكن مع ذلك كله لا يمكن أن تحقق غرضها من إسكات صوت الدين والحرية والمطالبة بالحقوق، لا بالنسبة لهذا الشعب ولا غيره من الشعوب اليوم، وخاصة من مثل هذا الشعب المثالي في العراقة الحضارية والمثالي في التدين والإيمان.